بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب وأولياء الأمور، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نضع بين أيديكم سلسلة دروس مادة الرياضيات وحدة الضرب حسب الخطة الأسبوعية لبرنامج الطالب، وبسم الله نبدأ. أولا مراجعة لما تم إعطائه في جدول 2. لدينا السؤال التالي: جد ناتج ما يلي باستخدام خطوات الضرب. جملة الضرب 5 ضرب 2، يندرج تحتها مجموعة من الخطوات. مجموعة خطوات للضرب تم إعطائها للطالب: الجمع المتكرر، الرسم، الكتابة، وجملة الضرب، وخط الأعداد. يجب حل هذه الخطوات بشكل صحيح. في جملة الضرب التالية، نحن هنا في جدول 2، في جملة 5 ضرب 2. 5 تمثل عدد المجموعات وعدد مرات التكرار، أما 2 تمثل التكرار، الجدول اللي احنا بنمشي عليه. 5 ضرب 2، أول خطوة الجمع المتكرر. يتم حل الخطوة كالتالي: العدد 2 يتكرر بعدد مرات التكرار 5، الـ2 يتم تكرارها 5 مرات، 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2. على الطالب أن يتأكد أنه وضع 5 اثنينات في خطوة الجمع المتكرر، لو عدهم 1 2 3 4 5 ليتأكد من عدد مرات التكرار اللي كرر فيها العدد 2. أما الخطوة الثانية، خطوة الرسم، يتم رسم 5 مجموعات في كل مجموعة عنصرين كالتالي: ثلاثة، أربعة، 5 مجموعات. 5 مجموعات لدينا في هذا الشكل، في هذا الرسم. في كل مجموعة يجب على الطالب أن يضع عنصرين. في كل مجموعة عنصرين، نكرر العدد 2 في كل مجموعة لتتم الخطوة بشكل صحيح. خطوة الرسم كالتالي: 5 مجموعات، 1 2 3 4 5 مجموعات، في كل مجموعة عنصرين. أما بالنسبة لخطوة الكتابة، فهي كما يقرأ الطالب جملة الضرب يكتبها، وإحنا هون من عد 2 اثنينات، 5 ضرب 2 يعني 5 اثنينات. أما بالنسبة لجملة الضرب، أما بالنسبة لخطوة جملة الضرب، سيتم كتابة نفس جملة الضرب 5 ضرب 2 لكن مع الإجابة. خمسة ضرب اثنين ويساوي 10. أما بالنسبة لخطوة خط الأعداد، على الطالب إنه يعد اثنينات لحتى يتوصل للجواب على خط الأعداد، ولازم يقفز على خط الأعداد لحتى يوصل للجواب. لعند الجواب بيوقف القفز. 0 2 4 6 8 10، عدد القفزات بيتأكد منها، نفس عدد مرات التكرار، نفس عدد المجموعات، نفس 5 عند القفزات، 1 2 3 4 5، 5 قفزات، ولازم على الطالب يبدأ من العدد 0 في العد 2. الآن بين أيديكم 8 ضرب 2، المثال التالي. على الطالب حله كما تم حل المثال السابق لخطوات الضرب: الجمع المتكرر، الرسم، الكتابة، وجملة الضرب، وخط الأعداد كالمثال السابق 5 ضرب 2. وتصوير أرجو حل المثال على الدفتر وتصوير الحل وإرساله عبر الواتساب على المجموعة. لدينا الآن التمرين التالي: اكتب جملة الضرب المناسبة للرسم التالي. عندنا مجموعة من خطوات الرسم، كل خطوة يجب كتابة جملة ضرب مناسبة لهذه الخطوة. أولا في الرسم التالي بدي أعد عدد المجموعات اللي أنا راسمها. هاي المجموعة الأولى كاملة، مجموعة، مجموعتين. عدد المجموعات هو الذي يتم كتابته بالأول، العدد الأول في الفراغ. مجموعتان، لدي مجموعتان. في كل مجموعة كم عنصر يتكرر في كل مجموعة؟ في المجموعة عنصر، عنصران، في كل مجموعة 2،
اثنان ضرب اثنان ويساوي أربعة. يستطيع الطالب إيجاد الناتج من خلال الرسم بالعد اثنينات، اثنان أربعة. في الرسم التالي مجموعتين، ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمان مجموعات. إذا العدد اللي يتم كتابته عدد المجموعات، ثمان مجموعات ضرب عدد عناصر التكرار اللي هي اثنين، وثمانية ضرب اثنين يساوي 16. من خلال الرسم يستطيع الطالب أن يجد الناتج بالعد اثنينات حسب المجموعات 2 4 6 8 10 12 14 16. أما الرسم الثالث عدد المجموعات، مجموعة مجموعتين ثلاث أربعة، أربع مجموعات. أضع العدد أربعة في المربع الأول، أما في المربع الثاني هي عدد تكرار العناصر في كل مجموعة، عنصران في كل مجموعة، وأربعة ضرب اثنان يساوي ثمانية. يستطيع أيضا الطالب من خلال العد اثنينات في المجموعات والعناصر أن يجد الناتج ثمانية، اثنان أربعة ستة ثمانية. في الرسم الثالث ثلاث مجموعات، مجموعة مجموعتان ثلاث مجموعات. في المربع الأول يكتب عدد المجموعات ثلاثة، وفي المربع الثاني عدد تكرار اللي هي العناصر اللي داخل كل مجموعة اثنان كما سبق، والجواب ثلاثة ضرب اثنان ويساوي ستة. في المجموعات الأخيرة عدد المجموعات واحد اثنان ثلاث أربعة خمس مجموعات، خمس مجموعات. يكتب الرقم خمسة في المربع الأول، في المربع الثاني يكتب الرقم اثنان اللي هي عدد عناصر للعناصر داخل كل مجموعة، والجواب خمسة ضرب اثنان يساوي عشرة. ويستطيع أن يجد الناتج من خلال عد اثنينات في المجموعات التالية، اثنان أربعة ستة ثمانية عشرة، والناتج عشرة. في السؤال التالي تم التعبير عن جملة الضرب من خلال خطوة الرسم كالتالي، لكن ممكن يطلب السؤال التعبير عن جملة الضرب بخطوة أخرى من خطوات الضرب، مثلا خطوة الجمع المتكرر. اكتب جملة الضرب المناسبة لكل مما يلي. لدي خطوة الجمع المتكرر في مجموعة من الأسئلة، عندي جملة الضرب هنا، جملة أخرى إلى آخره. أول جملة من جمل الضرب الجمع أول خطوة من خطوات الضرب الجمع المتكرر، 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2. أولا يقوم الطالب بعد الرقم الاثنين المتكرر في كل مرة، كم مرة تكرر العدد اثنان؟ 1 2 3 4. إذا يكتب في المربع الأول العدد أربعة، أربع مرات اللي هي عدد مرات التكرار، كم مرة تكرر العدد اثنان في المسألة التالية؟ أربع مرات. ضرب، ما الذي يتكرر في كل مرة؟ هو العدد اثنين، لأن أنا في جدول اثنين، وأربعة ضرب اثنين يساوي ثمانية. أما في الجملة التالية، جملة الضرب التالية، في الجملة التالية كم مرة يتكرر العدد اثنان؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، إذن سبعة. يكتب الطالب في المربع الأول الرقم سبعة اللي هو عدد مرات التكرار للعدد اثنان، يكتب العدد اثنان، سبعة ضرب اثنان ويساوي 14. يستطيع الطالب أيضا إيجاد الناتج من خلال عد اثنينات على عدد مرات التكرار، اثنان أربعة ستة ثمانية عشرة واثنى عشر 14. الجواب 14. كم مرة يتكرر العدد اثنين؟ مرتين. العنصر المتكرر اثنان، والناتج أربعة، اثنان ضرب اثنان ويساوي أربعة. في المسألة التالية كم مرة يتكرر العدد اثنان؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ست مرات يتكرر العدد اثنان. العدد اثنان يتكرر ست مرات، ستة ضرب اثنان ويساوي 12. أيضا يستطيع الطالب من خلال العد اثنينات ست مرات أن يجد الناتج، اثنان أربعة ستة ثمانية عشرة 12، ويجد الناتج. ثلاث مرات يتكرر العدد اثنان، يكتب الطالب في المربع الأول ثلاثة، اثنان زائد اثنان زائد اثنان، ثلاث مرات. العنصر الذي يتكرر هو العدد اثنان، ثلاثة ضرب اثنان ويساوي ستة. وعلى الطالب أن يقوم بالحل بهذه الطريقة
في حال وجود مسائل مختلفة أو مرات تكرار مختلفة للرقم 2، ممكن يتكرر 2 5 مرات، 10 مرات، 4 مرات، 6 مرات. هو يقوم فقط بالعد، عدد مرات تكرار 2، وبالمربع الآخر يكتب عناصر التكرار اللي هي 2 في كل مرة يقوم الطالب في ضرب عدد مرات التكرار بالعنصر 2. الآن في السؤال التالي، التعبير عن جملة الضرب لكن بخطوة أخرى من خطوات الضرب اللي هي خطوة الكتابة، كتابة بالكلمات. 4 2 من خلال الكتابة يستطيع الطالب أن يكتب العدد اللي يقرأه بالأول، 4 2، قرأ العدد 4 بالأول، إذن يضع العدد 4، 2 كما يقرأ يكتب، 4 ضرب 2 يساوي 8. المثال التالي، 7 2، العدد الذي يقرأه بالبداية 7، إذن يكتب 7، أما في المربع الآخر وهو العدد 2، 7 ضرب 2 14، 3 3 2، 3 2 في المربع الآخر، والناتج في المربع الأخير 3 ضرب 2 يساوي 6، 9 2، 9 ضرب 2 يساوي 18، 5 2، 5 ضرب 2 ويساوي 10. على الطالب حل الخطوات كالتالي، بأي مثال ممكن يمر معاه، ممكن 6 2، 4 2، 3 2، 7 2، أي عدد ممكن يمر معاه بالبداية هو اللي بكتبه بالمربع الأول، أما 2 فهو العد 2 في كل مرة، رح يضرب العدد في 2 ويعطينا الناتج كالتالي. أولياء الأمور الكرام، سيتم الآن عرض اختبار للطلبة، على كل أم اختبار ابنها وإرسال صورة للحل على المجموعة، ولكم جزيل الشكر.